مساء الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة ومستقرة وبعيدة عن أي حالات عدم الاستقرار الجوي. نهار غد الثلاثاء أيضا صارت تسود معظم مناطق المملكة أو عموم مناطق المملكة أجواء حارة ومستقرة وستغيب أي حالات عدم الاستقرار الجوي إن شاء الله. نتعرف درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، تسجل تقريبا 29 مئوية مع أجواء غالبا صافية والرطوبة 19%، سرعة الرياح 17 كيلومتر في الساعة. نتعرف درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في عموم المناطق، بداء شمالا وسكاكا بتسجل نهارا 40-26، ليلا عرعر بين 39-24، تبوك بين 38-25، وأجواء حارة في هذه المناطق. مع المناطق الغربية والمدينة المنورة 42 نهارا أجواء حارة 28 ليلا، مكة المكرمة 41 نهارا 27 ليلا أجواء صافية ومشمسة، الطائف 32 نهارا 21 ليلا وأجواء صافية ومشمسة، جدة بين 35 نهارا و27 ليلا وأجواء صافية ومشمسة. أما المناطق الجنوبية الغربية أبها في احتمالية لهطول زخات من الأمطار نهارا 30 ليلا 20، الباحة بين 29 و19 وأجواء صافية ومشمسة، جازان 37 نهارا و31 بتسجلها ليلا. أخيرا مع الدمام المناطق الشرقية بتسجل 41 نهارا 28 ليلا، حفر الباطن أجواء حارة 45 نهارا 27 ليلا، والإحساء 44 نهارا 26 ليلا وأجواء حارة في هذه المناطق. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بتسجل نهارا 42 وليلا 30، بريدة 43 نهارا 28 ليلا، وحائل 40 نهارا، وبتنخفض ليلا إلى 25 درجة مئوية مع أجواء حارة في هذه المناطق بإذن الله. متابعينا شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.